اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأسيوطي الأخيرة في كأس مصر بأداء تدريبات استشفائية، وقاد محمد أبو العلا مدرب أحمر الفريق مجموعة اللاعبين الأساسيين في جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية وحمل بدني خفيف على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء. أدى جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة اليوم في الجيم على هامش ميران الفريق، ويعاني أجايي من شد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة الأسيوطي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في الميران الجماعي. خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتدريبات البدنية للاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة مع بداية ميران الفريق، وقاد أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق فقرات من التدريبات البدنية المكثفة للاعبي الأهلي مع بداية ميران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتشي بالجزيرة. أدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على هامش ميران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع صلاح محسن لتدريبات منفردة للتخلص من الإجهاد العضلي، حيث استأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء، ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية عقب ميران اليوم لدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي. انتظم وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بتعليمات من خالد محمود طبيب الفريق، واستكمل أزارو برنامجه العلاجي اليوم بأداء جلسة في الجيم على هامش ميران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا للترجي، وذلك للتخلص من الإصابة في العضلة الخلفية. حرص سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي على عقد جلسة مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاطمئنان على حالة علي معلول لاعب الفريق الذي خضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الأخيرة عقب الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة كوستاريكا، وتغيب معلول عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة، وانتظم في التدريبات منذ عدة أيام استعدادا لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري قيد الجنوب أفريقي باكاماني مالامبي في قائمة الفريق الأفريقية، وذلك مع فتح باب القيد الأفريقي قبل بداية دوري المجموعات، ويحق للأهلي قيد لاعبين في القائمة الأفريقية إذا كانوا مقيدين في القائمة المحلية، ولكن لا يحق قيد لاعبين جدد حتى يتم فتح باب القيد باتحاد الكرة.
أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ترجي تونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب. وضمت القائمة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء وحتى موعد المباراة. وضمت القائمة في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، وفي الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، ومحمد نجيب. وفي الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، أحمد حمدي، أحمد حمودي، إسلام محارب، كريم ندفد، وباكا. وفي الهجوم مروان محسن، صلاح محسن.